السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسل في السيرك، الحصة الثانية. سنقوم بإجابة على أسئلة النص. السؤال الثالث: أشرح الكلمات الآتية باعتماد السياق أو القاموس وأوظفها في جمل. مزهوا، الرحب، تدبرت. مزهوا بمعنى مغرورا، المتكبر والمعجب بنفسه مفتخرا. دخل الطفل إلى البيت مزهوا بنجاحه. الرحب بمعنى الواسع. جلس الضيوف في غرفة رحبة. تدبرت بمعنى تولى، جمع، هيأ، ادخر. تدبرت تكاليف العملية الجراحية. السؤال الرابع: أبرز العلاقة القائمة بين ما انتهت إليه أحداث الجزء السابق من النص وبداية هذا الجزء. أعلل إجابتي. العلاقة القائمة بين ما انتهت إليه أحداث الجزء السابق من النص وبداية هذا الجزء علاقة الشرح، لأن في نهاية الجزء الأول يعدد الكاتب مهاراته وقدراته، أما الجزء الثاني فبدأ بربط كلمة الهواية بما يستطيع الكاتب القيام به. السؤال الخامس: أستخرج من النص ما يدل على شغف الكاتب بالسيرك. ما يدل على شغف الكاتب بالسيرك: ما إن هل السيرك حتى تدبرت مبلغا بمساعدة من والدي، ولجت باب السيرك مزهوا، جلست في الصفوف الأمامية أصفق على العروض، اندمجت مع العروض، اهتمامي الشديد ومتابعة النشطة لمختلف الوصلات. السؤال السادس: أذكر شعور الكاتب حين انتقاه مدير السيرك لتقديم عرض أمام الجمهور. شعور الكاتب حين انتقاه مدير السيرك كان الخوف، لأنه شجعه على الدخول إلى الحلبة. أركب وأقوم. السؤال الأول: ألخص شفاهيا هذا الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة. وصول السيرك إلى الحي جعل الطفل يحصل على مبلغ التذكرة بسرعة لحضور العروض، وجلوسه في الصفوف الأمامية يدل على حبه وشغفه بالسيرك. انتقاه مدير السيرك للمشاركة في الألعاب المقدمة بسبب اهتمامه الشديد ومتابعته النشيطة لمختلف الوصلات. السؤال الثاني: أبدي رأيي فيما يأتي. حب الكاتب للسيرك وشغفه به جعله يكون في مقدمة الفرحين بقدومه. مدير السيرك ينتقي الكاتب لتقديم عرض أمام الحاضرين. اهتمام الكاتب بالسيرك وحبه لعروضه جعلته يفرح بقدومه. في رأيي هذا السلوك سيزيد من حب الكاتب لهوايته التي يمارسها منذ طفولته. مدير السيرك ينتقي الكاتب. في نظري هذا السلوك سيقوم بتشجيع الكاتب لمواصلة وتقوية حبه لهذه الهواية.